حرية العقيدة ربنا كفلها لكل خلقه وطلب مننا التدبر، والدين علاقة خاصة ما بين الإنسان وربه. ومع ذلك فأغلب الناس اللي بيخلوا شهادة الميلاد هي اللي تختار له. بس عم محمد حاليا منصور سابقا لما كمل 19 سنة قرر يختار لنفسه، فكر واختار قراره، واجه المجتمع اللي حواليه اللي كان رافض اختياره، حارب على قراره وانتصر في النهاية، وقدر يخلي اخواته اللي رفضوه في البداية يرحبوا بيه مرة تانية. انا كان اسمي منصور، فالاسم الجديد حاليا محمد احمد عبهادي. فاخترت الاسلام من سنة 87. كان عندك يعني قد ايه؟ عندي 19 سنة، والحمد لله مشيت رحلة اسلامي ورحت الجيش وانا مسلم، وخلصت جيشي واتجوزت جوازة الاولانية. شفت مشاكل شوية وما خلفتش، قعدت 13-14 سنة ما خلفش، فجيت اتجوزت ام احمد، ما خلفت من مراتي الاولانية ومراتي التانية، وربنا كرمني بخلفة ذرية صالحة الحمد لله. فبدأت بقى الدنيا تخبط معايا، نشتغل شوية في الخضار، أعمل شاي كده، يعني لخبطت معايا جامد. بدأت الأول أتوضى، بدأت أقرأ الفاتحة. طب مين اللي علمك؟ علموني ناس في هنا ببلطيم. تعلمت الدين، تعلمت إزاي أصلي، تعلمت إزاي أخاف ربنا، تعلمت كل حاجة ما بيرضي الله، واحدة واحدة كده لغاية ودخلت بقى الإسلام. الحمد لله رب العالمين، أشهرت إسلامي، الدنيا لطشت معايا بقى. طب معلش ثواني، اتفضل. موقف أهلك؟ كان موقف وحش. لو كده أمي خدت هدومي وولعت فيها وقالت ابني مات. أبويا كان عايش وكنا مبسوطين، يعني احنا كان عندنا 5 فدادين أرض ومبسوطين، يعني ظروفنا المادية حلوة ماشي. لما هو أنا أسلمت قعدت فترة جامدة أول ما روحش الأهل، قعدت 3-4 سنين ما شوفش أمي ولا أبوي. طب كنت عايش إزاي؟ كنت عايش في مأجر شقة وقعد فيها وبشتغل وبأكل نفسي وبشرب نفسي. قعدت 1.5 أو 2 سنين وبعدين دخلت الجيش. فحضرتك انا رحت الجيش، وبعد ما رحت الجيش بفترة 3 سنين قعدت، في 3 سنين قعدتهم في سيوة مشقة جامدة جدا، لان كنت بروح طبعا سيوة دي بينها وبين مطروح يجي 300 كيلو. بس برضو الفترة دي كنت حضرتك مقاطع اهل. مقاطع اهل ما بروح لهمش. فالحمد لله بعدها، بعد ما خلصت الجيش بدأت أروح لأهلي كده واحدة واحدة. فوالدي طلبني، وبعد ما طلبني عمتي قعدت تدور علي حوالي عن ساعتين، فكنت أنا في شغل وجاء متأخر حوالي عن ساعة 2. انا كنت ببات عند واحد صاحبي، فكنت اول لقاء لاني بعد ما اسلمت بيني وبين ما كانت العلاقه فالمهم رحت لوالدي وكلمته، وكان برضو هو في سكرات الموت بس هو عارف مين اللي قاعد وبيكلمه وكل حاجه. فالمهم قعدت معاه يجي ساعه ومشيت، بعدها بربع ساعه بالظبط جاني الخبر لاني توفى. فالمهم العلاقه بدات ايه، يعني نروح اروح واجي عليهم، اخواتي برضو متشددة، لكن امي بقى بدأت ايه تحن معايا. فالمهم قعدنا فترة جامدة اروح لامي وامي تجيني وكده. فالمهم بقى ربنا سهل واتجوزت، وبقت والدتي تجيني وانا اروح لها وكل حاجة، والعلاقة بقت جميلة. وبعدين ايه قعدت بقى يجي
يجي 12 سنة 13 سنة ما خلفتش مع مراتي. الفترة دي كانت حضرتك مستقرة؟ مستقرة لأن الحالة المادية كانت حلوة لأن ما فيش مصاريف. جوازة وأنا وزوجتي وما بنصرفش قال لي على قدنا والأكل والدنيا كانت ماشية برضو. فقمت جاي مصمم لأن اتجوز تاني جوزت جوازة تانية قامت الدنيا قامت ملخبطة معايا. بدأت بقى خلفت أحمد وخلفت الدكتورة دنيا. يعني حضرتك بعد ما اتجوزت تاني زوجة حضرتك الأولانية خلفت؟ خلفت معايا دنيا قد أحمد مولودة في شهر في أسبوع واحد. ماشي. فالمهم ربنا سهل وقامت العملية بقى لما جنت الخلفة وبتاع قامت العملية ملخبطة وقامت مراتي اللي هناك الأولانية بدأوا في مشاكل. قمت ساب البلد وماشي. قعدنا نشتغل في الأسواق ونعمل شاي ونعمل ونبيع خضار لأننا سخيين ممكن آخر النهار نلاقي إحنا خسرانين 43 جنيه بس المهم لأن إحنا بناكل. فبدأنا نعمل شاي علشان نلم فلوس. كنا إحنا عايشين في بلد هنا اللي هي بلد مراتي اسمها غرب تير. فتعاركنا هناك لما تعاركنا هناك قلنا لها خلاص هنرجع بلطيم تاني. لما رجعنا بلطيم كان عليا 10-15 ألف جنيه. المهم اشتغلت في دكان لغايه ما سددته. فربنا كرم وقمنا مأجرين شقة وقاعدين في بلطيم. فالشقة دي كان جوشها حلو عليا جدا. فقعدت الست بتاعتي برضو كانت بتفرش برضو في السوق وما سابتنيش لغايه احنا ما جمعنا باريستين. قمت واخد الدكان اللي انا فيه بقيت اجمع 10,000 جنيه عمره من تحت المرتبه. كل ما لا اجمع 10,000 جنيه عمره من تحت المرتبه. المهم جمعت حوالي عن 80,000 جنيه. فانا بقول لزوجتي احنا عاوزين نشتري حته ارض. قالت لي منين انت بتهزر ولا ايه؟ قلت لها لا تحت المرتبه السوسه هتشيلي هتعرفي لان فيه فلوس بعد ما عملت العواميد وكده. جه جنبي ناس مش كويسه سبت البيت ومشيت. اتفضل يا ماما. طب انا عايز اعرف بقى حضرتك من اول ما جه في دماغك ان حضرتك خلاص هتقسم ايه الخطوات اللي انت خدتها او ايه يعني مشيت ازاي خطوه خطوه؟ اول حاجه لما جيت اسلم كنت بصلي ما بشوفش ولا فرض. كنت بتصلي قبل ما تاسلم؟ قبل ما اسلم قبل ما اروح اشهر اسلامي. اصل احنا هنا عندنا بنشهر اسلامنا في كفر الشيخ. لازم اروح المديرية لازم حاجات من ديت واقعد لي 10-15 يوم واروح تاني علشان يسألني انت مين غصب عليك. كان امن الدولة بقى ايامها كانت حكاية ورواية. بس حضرتك كان سنك صغير. وهقولك على حاجة. احنا يجي 25 واحد في بلطيم مأسلمين انا اول واحد. انا اول واحد حتى من ضمنهم في بنتين او ثلاثة. وما حصل الظروف والدنيا خبطت معايا لو اتجأت لأهلي يبقى أنا تهزمت. أنا اخترت الإسلام بمزاجي واخترت المشقة. أنا كنت أقعد في بيت أهلي. إحنا كان الخمس فدادين عندنا أيام ما أسلمت ما كانوش يعملوا 2000 جنيه أيام ما أسلمت في سنة 87. النهارده الخمس فدادين عاملين حوالي ممكن يخشوا في المليار لانهم ارض دلوقتي مباني. ماشي. طبعا انا ما خدتش حاجه من الارض او ما خدتش حاجه من الورث لان اي انسان بغير دينه ملهوش لانه يورث بالحكم الاسلامي يعني بالشريعه الاسلاميه. يا محمد ضحك عليا خد مني 7-8 آلاف جنيه وقال لي هجيب لك الورث والاخر خالص قال لي انت ممكن نتسجن انا وانت.
قلت له ماشي خلاص، بدل السجن الفلوس راحت مش مشكله، واحنا كده وعملنا خصومات بيني وبين اخواتي برضو، هو سبب من الاسباب لان عمل خصومات بيني وبين اخواتي. فبرضو واحده واحده كده العلاقه رجعت، في فرح بنتي اخواتي كلهم جوم، اختي برضو انا شاريلها هنا جنبي مني، ممكن ابعت لها احمد لاخويا اقول له روح لعمك هات منه 1000 جنيه، هات 2000 جنيه بيديله يعني برضو العلاقه حلوه. اختلافا عن كده برضو انا شغال معايا واحد مسيحي في قلب الدكان يبقى ابن عمي، ما عادش في اختلافات، هو له دين وانا ليا دين.